يوم رائع بالنسبة لي، تمكنت فيه من مناقشة أطروحتي بنك المغرب المخزني والاقتراضات زمن مقاولة الحماية من 1904 إلى 1957. ما لهذا الموضوع من أهمية كبرى نظرا لما يعني يعرفه الزمن الراهن من اقتراضات الدول التي سلبت يعني سيادتها، فارتأيت العودة إلى يعني زمن الحماية وكيف أنه انطلاقا من ذلك الزمن يعني بدأت سيرور الاقتراض والتي للأسف لم تنتهي حتى بعد يعني الاستقلال. فتحدثوا عن البنك المخزني كيف تم إنشاؤه في المغرب و يعني كل يعني يعني سيرورة تنافس الدول من أجل إنشاء هذا البنك لما له من أهمية بالنسبة للسياسة الاقتصادية في المغرب، وكذلك بعد ذلك تناولت في البحث يعني مراحل يعني التاريخية التي شهدت هذه الاقتراضات والتي حسب تصنيفاتها وحسب أيضا مراحلها، ولا يمكن إجازة يعني البحث في هذه المدة الوجيزة، لذلك أدعوكم يعني أن يعني للاطلاع عليه فيما بعد.